مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، يتنافس خبراء الاتيكيت في تقديم النصائح حول أصول الضيافة خلال العيد، فتعالوا معنا لنرى ما هي أهم التوجيهات التي يقدمونها في هذا الإطار. أولاً، إحضار هدية للدخول بها إلى منزل المضيف، والتي يمكن أن تتنوع بين باقة من الزهور أو طبق من الحلويات، وطبعاً تجهيز العيديات للأطفال إذا تواجدوا في المكان. وهنا يكون على المضيف استلام الهدية وفتحها على الطاولة أمامهم وتناولها سوياً بكل ترحيب. ثانياً، من الأمور المهمة في دعوات العيد الالتزام بقواعد منزل المضيف، مثل خلع الحذاء على الباب إذا كان صاحب الدار يفضل ذلك. ثالثاً، في زيارة العيد يجب أخذ استراحة من استخدام الجوال حتى يتاح لك الاستمتاع بوقت دافئ وممتع مع العائلة أو الأصدقاء أثناء تناول طعام العيد الشهي. كما إن قضاء وقت طويل على الهاتف خلال الزيارة سيجعل المضيفين يشعرون كأن هناك مكاناً آخر تفضل أن تكون فيه، أو شخصاً آخر تفضل قضاء الوقت معه. لذلك لابد من محاولة الحد من النظر في الهاتف المحمول. إلى جانب هذا، عليك أن تحذر من طلب رمز الواي فاي لمنزل المضيف، إذ إن هذا التصرف يعتبر غير لائق. رابعاً، يجب أن تكون مدة الزيارة قصيرة من نصف ساعة إلى ساعة، فهي تكفي جداً للتهنئة، لأنه من الممكن أن تكون لهذه الأسرة التزامات أو خطط أخرى لقضاء العيد في مكان ما. لكن مع هذا، بالنسبة للمضيف عليه أن يحذر، فمهما طالت مدة الزيارة عليه الابتسام دائما في وجه الضيوف ليشعروا أنك سعيد بتواجدهم، وأن يختار المواضيع المفرحة لتكون مصدر الحوار والمناقشة. خامسا، عدم التنقل داخل بيت المضيف أو دخول حجرة نومه تعتبر أيضا من المحرمات في إطار الزيارات حتى ولو كانت في موسم العيد، لأن القيام بذلك يعني تجاوز آداب السلوك وجعل مضيفك يشعر بعدم الارتياح. من الضروري المكوث فقط في غرفة الضيوف. سادسا، يجب عليك احترام آداب الجلوس مهما كنت مقربا من صاحب المنزل، فلا ينبغي التمدد أو الاسترخاء على الأريكة أو رفع قدميك على الطاولة. سابعا، من الحركات الخطيرة والمزعجة التي يمكن أن تقوم بها هي فتح ثلاجة المضيف أو خزانة طعامه، سيعتبر ذلك تطفلا منك ويشعر بالانزعاج، لا تفعل هذا. ثامنا، على مائدة الطعام ينبغي أن يجلس كبار السن على رأس الطاولة. تناول الطعام بهدوء، قم بإغلاق الفم عند المضغ، وتجنب التعبير عن عدم تفضيلك لنوع معين من الطعام. فإذا لم يعجبك طبق معين، استعد عنه بنوع آخر من الموجود على المائدة، ولا تنسى شكر مضيفك على جهوده.